ورشكم الثانية بعد تنفك على القوانين بين عضو لك. السلام عليكم. وعليكم السلام عليكم. عندنا سيمتر باليدين توش سيمتر بالساقين توش بالساقين تضرب في السقف تلعب ماشوش تولي تاكل صو انتردي فهمني صف تاكل على الكرة وحدك ما يسالش فهمتني لا ما مركوش منتوش ديريكت نزربوا في اللعب ماذا بيرا عندك كات ولا سانك سيكوند ماكسيموم في توش حاجة في توش ولا في كورنير باش تلعب وبالنسبة للجارديان ما يفوش شي سيكوند بيدي باش يشدها الكورة نجم يديك ديكاش ما كيما يحب بيدي بصح هي نجم يماركي ديريكت ليلى رضا نحصل على الكوش ثم تفسير شيك بعد كوا ضرب شيك بونت بونت ولا شنو؟ ضرب شيك بعد مكا بونت بونت ولا مش بونت لا لا مش بونت هذيك تعب الكفلان كيفاش شنو؟ كمل تلعب كمل تلعب لا تضرب الشبكه في تضرب الكره في الشبكه وتدخل بوندو هي اللي هو بلاتير هي فهمتني خاطر احنا في ميني فوت كنزفروا تضرب في الشبكه توش حتى في السلام عباره فهمني ضربت في كورك سريع سريع نحسبوها توضح ما احنا مش نلعب ما تبركش عليها بونت ما تبركش عليها بونت اوكي فهمتني ما تبركش عليها بونت معناتها كي تضرب وتعرف الكاش مش بونت باهي باهي اوكي